ممتاز ممتاز. معانا المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري الكابتن عزمي مجاهد. مساء الانوار يا كابتن عزمي. مساء الانوار يا كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ربنا يديك الصحه كده ومنور الدنيا. الله يكرمك. عرفت ان انت كنت مع دكتور سعد الكتاتني فعلا النهارده؟ عملنا اتصالات وبعتنا مذكره للدكتور سعد الكتاتني عشان يعني يساوي شهداء بورسعيد بشهداء 25 يناير. ممتاز ممتاز. انا قلت لسيادتك امبارح كده. كويس قوي قوي. وبعدين برضو يعني عايزين برضو شهداء الشرطه يا كابتن مدحت بكررها تاني. طبعا. ما حدش بيجيب سيرتهم ابدا ولا حد بيذكرهم كانهم من كوكب اخر. صحيح. طب اخواتنا واولادنا وناس، هل يعقل ان اللي داخل يضرب اسمه ويسرق السلاح يبقى شهيد، واللي بيدافع عن 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 كيانه ما حدش يجيب سيرته؟ مع الاسف الشديد. هل يعقل؟ ده دورنا احنا كاعلام يا كابتن، وانا كل يوم بتكلم. في رقبتك. طبعا طبعا، وانا مش ساكت اطلاقا يعني. امانه في رقبتك على شهداء الشرطه دول، ده ملازمين اوائل اللي توفوا، وملازمين ولواءات وعساكر وناس كلها ناس بسطاء يا كابتن مدحت الى اقصى درجه. صحيح صحيح. ما ياخدوش حقهم ليه؟ عشان الناس تحس ان هم مش مصريين ولا ايه؟ دول اطهر اطهر المصريين، اطهر المصريين. يا رب يديك الصحه. وبعدين النهارده كان حصل عندنا وقفه احتجاجيه مع من مجموعه من لاعيبي القسم الثاني والثالث يا كابتن مدحت والرابع. نعم. اولا كتبوا وقال لك ان اقتحموا الاتحاد والكلام ده. دخلوا الاتحاد وفتحنا لهم الصاله اللي هي في بتاع الاجتماعات الكبيره. شفناك شفناك دلوقتي في اللقطات. وقعدنا يا كابتن واتكلمنا، وعيال واولاد على خلق ومعاهم حق مليون المية. الحل ايه؟ بص يا كابتن مدحت، الناس دي لها حقوق. الناس دي لها حقوق. لما يبقى واحد عقده 15,000 ولا ده اقصى عقد يا كابتن 15,000 و20,000، ده في ناس بتاخد 1000 في الشهر و500 جنيه يا كابتن مدحت. و400 جنيه. ازاي احرمه انا يعني يصرف على عيلته منين؟ اخلي شباب كده زي الورد دول اخليهم يبقوا مجرمين؟ ما يصحش. انا بقول وانا على فكره واول واحد بقول له هذا التصريح. نعم. كان في اتصال بيني وبين الدكتور عماد البنان النهارده. وكتبنا مذكره للمجلس القومي، وفي اتصال تليفوني كان على الساعه 10 ونص تحديد، 10 وربع تحديدا. نعم. الدكتور عماد البنان، وده راجل محترم يا كابتن مدحت، قال لك شوفوا لي ايه الموضوع وانا لابد ان اساهم في مستحقات هؤلاء اللاعبين. يعني الراجل النهارده قال لك لابد من ان يساهم المجلس القومي في مستحقات اللعيبه بتاع القسم الثاني والثالث والرابع يا كابتن. ان شاء الله ان شاء الله رواتب شهريه بشكل مقبول لغايه بدايه الموسم الجديد. دلوقتي هم طبعا زعلانين ومعاهم حق. قال لك ان الناس تتكلم ازاي في القسم الاول وما تكلموش في بقيه الاقسام. نعم. وبعدين انا فهمتهم، ويمكن احنا كلنا متفقين يا كابتن مدحت، احنا عايزين العجله تدور. بالظبط. وكله هيشتغل. بالظبط بالظبط. عايزين العجله تدور، ولابد ان احنا نتكتف كلنا. احنا مش ضد محدش ضد المستوى الثاني والثالث والدرجه الثانيه والثالثه والرابعه. ابدا. النهارده في مجموعه والله يا كابتن شباب زي الورد. نعم. وبعدين مطالب شرعيه 100 100. قال لك ان رؤساء الانديه بيهربوا منين؟ طبعا. محدش بيدينا فلوس، طب رؤساء الانديه هيجيبوا منين برضه؟ فانا النهارده على اتصال بالدكتور عماد البناني، والراجل طمني، وانا من خلال برنامجك المحترم انا بطمن الشباب اللي جالي النهارده، لان انا قلت لهم انا معاكم في الخندق ده لما تاخدوا حقوقكم. طيب شيء عظيم. في نشاط هيرجع يا كابتن مدحت. يبقى النشاط، قلت لهم انتوا متصورين ان الاجتماع بتاع ال 17 او 19 يقول لك هم ال 18 نادي هم اللي الكوره في مصر؟ يا جماعه احنا عايزين تبقى في بدايه. قلت لهم بس البدايه، صفرت البدايه بس. نعم. الكل هيشتغل. لان برضو ده وقف حل 5 مليون واحد يا كابتن مدحت. طبعا اكيد اكيد اكيد. بس احنا خلينا نقول انه ان شاء الله في خلال ايام قليله جدا هتصدر قرارات الاحاله لمحكمه الجنايات، وتطمئن النفوس تماما الى ان احنا على الطريق الصحيح. طيب بالنسبه يا كابتن للدوره التنشيطيه، هل في جديد؟ لسه ما فيش جديد يا كابتن. محدش خد قرار الى الان الا ما تحال القضيه. اوكي. يعني ده كلام واحنا متفقين على هذا، بس انا
بأمنك إن إن رجال الشرطة وشهداء النادي المصري دي أمانة في رقبتك يا كابتن مدحت، بأمنها لك طبعًا 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 إن الناس دي تاخد حقها، وأنا على يقين إن الدكتور سعد الكتاتني الراجل المحترم وأعضاء مجلس الشعب مش هيتأخروا يا كابتن مدحت. ده مؤكد. بالنسبة لل أنت كنت قلت لي يا كابتن آخر موعد لإعلان العقوبة بكره اللي هو الاربع، هل ما زلنا عند هذا الحد ولا الامر تغير؟ يا كابتن مدحت يعني هي اربع او خميس يعني ايه القصه برضو مرتبطه بحاجات كده معينه، بس نعم برضو نعم المساله هيصدر القرار والناس كلها ترتاح ومحدش هتظلم ان شاء الله. يعني حتى يوم الخميس هيصدر القرار ان شاء الله باذن الله ومحدش هتظلم يا كابتن صدقني يعني. لا لا لا، واحنا مش عايزين حد يتظلم اطلاقا. احنا عايزين العدل يسود الجميع، والجميع يكون راضي بالعدل. بس الـ مشكله اللاعبين النهارده، لان في ناس قال لك اقتحموا وعملوا وشتموا، والله ما في واحد فيهم تلفظ لفظ غلط. البعض قال ان هناك هبوط، البعض اخر قال هناك تجميد، البعض الثالث قال لا ده ولا ده، يعني هل هناك اي مؤشرات تحب تقولها لنا يا كابتن عزمي؟ ان شاء الله ان شاء الله القرار هيصدر، وهيصدر في مؤتمر صحفي هيتعمل يا كابتن مدحت، وهتكون كاميراتك موجوده اول الكاميرات. طبعا ده اكيد ان شاء الله. طيب اخر حاجه قلت لي اول امبارح ان انتوا هتبعتوا امبارح جواب للاتحاد الافريقي فيما يتعلق لو اقيمت الدوره التنشيطيه تبقى مؤهله لرابطه الابطال. الكابتن شطه كان في اتصال معاه، وان شاء الله هيكون بكره ان شاء الله هيجي يزورنا في الاتحاد وهنقعد هنتشاور في هذا الامر، واذا كانت الامور ميسره مفيش مشكله هيطلع له الجواب واحنا قاعدين ان شاء الله. بس الكابتن انور قال لك بس ايه ندرس الموضوع، والكابتن شطه كلمته وجاي بكره ان شاء الله الاتحاد، وهديك بكره تقرير باللي حصل ان شاء الله. اشكرك كابتن عزمي، شكرا جزيلا. اشكرك شكرا جزيلا. يعني ده اللي كنا اتكلمناه وقلناه وعملنا مناشده للدكتور عماد البنان والسيد المشير طنطاوي فيما يتعلق بالانديه القسم الثاني والثالث مع الانديه، يعني لازم الانديه تتعاون برضه، يعني لانه هو المجلس القومي مش هيقدر يغطي كل ده، انا عارف ان ده صعب لان العدد مش قليل، العدد كبير، المجلس يدفع حاجه، المشير طنطاوي يدفع حاجه، النادي يدفع حاجه، نوفر مرتبات شهريه الولاد يقدروا يعيشوا، مرتبات شهريه مقبوله الواد يقدروا يعيشوا، وبعدين اذا استحال استئناف النشاط بالنسبه للقسم الثاني والثالث يبقى نعمل حتى